انا بصراحه لازم دايما انكش في يوسف عابدين، يعني لان يوسف من الطف واظرف الناس اللي انا اتعرفت عليهم في حياتي، واللي متشرف جدا بصداقتهم وبزمالتهم، يعني حتى في اطار انها كانت كلها مده قصيره، يعني سنه ونص من ساعه ما اتقابلنا هنا في برنامجنا التاسعه. لكن الحقيقه يعني سعيد والله يا جو حبيبي، بس الكرافات عامله شغل عالي، عامله شغل عالي. طيب طبعا عايز اقول لكم بس ان احنا النهارده هيبقى في عندنا في الساعه الاخيره من هذا البرنامج، يعني من الساعه 11 تقريبا، هيبقى في عندنا ضيفه مميزه جدا 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 جدا، هي المطربه الفنانه التونسيه العالميه امال مثلوثي، او مثلوثي على راي اخواننا التوانسه. طبعا انتوا عارفين اكيد، او البعض ممكن يكون عارف امال مثلوثي كويس، وممكن يكون مش حافظ الاسم بس فاكر الاغنيه كلمتي حره اللي غنتها في حفل جائزة نوبل سنة 2015 من حوالي 7 سنين. كل اقدر اقوله لكم، اللي ما سمعش امل مثلوثي قبل كده فاته فعلا كتير. صوت ياتي من السماء دون اي مبالغه، شيء مذهل مذهل. المهم امل منوره القاهره، وهتكون منورنا في التاسعه تقريبا كده على الساعه 11. نبدا بقى في الكلام المتعلق باحداثنا النهارده واهم اخبارنا. النهارده استقبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الاتحادية رؤساء الكنائس المشاركين في الجمعية العمومية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، واللي بتنعقد دوراته الحالية في القاهرة. ده طبعا كان بحضور قداسة البابا توادروس الثاني، بابا الأسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية. سيادة الرئيس رحب بالسادة الحضور في ضوء انعقاد الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط لأول مرة منذ تأسيس المجلس سنة 1968. أكد فخامة الرئيس أن الإخوة المسيحيين في جميع الدول العربية هم جزء أصيل من نسيج المجتمع العربي، وشدد فخامته على أن المواطنة والحقوق المتساوية للجميع هي قيم ثابتة بتمثل نهج الدولة المصرية تجاه جميع المواطنين. من جانبهم أعرب المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر وتشرفهم بلقاء فخامة الرئيس المصري، وأشاروا إلى مساهمتها القيمة في تاريخ البشرية طبعا مصر، وسعيها لتحقيق السلام، فضلا عن أهمية الدور اللي بتقوم بيه مصر في الشرق الأوسط، ومثمنين جهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم خلال هذا اللقاء مباحثات أو تباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات ما بين مصر ومجلس كنائس الشرق الأوسط. استعرض فخامة الرئيس ما تم في مصر من ترميم للعديد من الأثار والمواقع والكنائس المسيحية الأثرية الزاخرة بالمخطوطات والأيقونات التاريخية الفريدة، كمان مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة. ده مشروع هيبقى واحد من أعظم المشروعات اللي بتبقى موجودة في مصر، مش بس علشان السياح، لكن هو المشروع بالنسبة لي أنا أشوفه مشروع ديني جدا. أنت عارف أنه العائلة المقدسة لم تتحرك إلى أي بقعة من بقاع الأرض بعيدا عن فلسطين سوى مصر، وده في حد ذاته تشريف وتكريم لمصر. هذا المسار مسار مقدس، عامل بالظبط كده زي ما كنت بقول لكم على جبل التجلي عندنا في سيناء، لم يتجلى الله سبحانه وتعالى جل علاه إلا في بقعة واحدة على سطح هذا الكوكب عندنا. على كل حال مصر واخد خطوات أكتر من رائعة في مسألة ما نطلق عليه ما بين قوسين السياحة الدينية. طيب خلونا نروح لخبر آخر، والخبر ده مهم جدا ان احنا نقعد نتكلم فيه ونشرحه لكم كده ايه على رواق. احنا طول الوقت بنقول يا جماعة احنا في انجلترا، في امريكا، في فرنسا، في بلاد واق الواق، هتلاقي الكل بيتكلم على الازمة الاقتصادية العالمية اللي زي ما بنقول لكم كده هي اقوى كارثة اقتصادية حلت على البشرية من وقت الكساد الكبير سنة 29. مؤسسات التصنيف الائتماني بالتأكيد بيكون ليها دور كبير جدا في إيه؟ في إنها بتقيم الثقة الائتمانية بتاعة الدول، فتقول والله الدولة دي قادرة على الوفاء بالتزاماتها، طيب بدرجة كام كذا، والدولة دي غير قادرة بدرجة كام كذا. مهم جدا إن احنا نشوف المؤسسات بتاعة التصنيف الائتماني شايفة مصر فين. الملخص المفيد
إنها بتجدد الثقة في الاقتصاد المصري وفي قدرة مصر على الوفاء بالالتزام، وتجدد الثقة الائتمانية في مصر. هل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يسكت؟ إطلاقاً. يشتغل كما جرت العادة بمنتهى النشاط والتدقيق، ويبدأ يعمل تقرير بيتضمن إنفوجراف أو العرض المعلوماتي اللي بيسلط الضوء على هذه الشهادات اللي هي نجاح مصر في الحفاظ على ثقة مؤسسات، مش مؤسسة واحدة، مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية بعد التعامل الإيجابي من مصر مع الصدمات الاقتصادية العالمية. طيب تعالوا نشوف مع بعض وكما جرت العادة على الشاشة الكبيرة العظيمة بتاعتنا. احنا هنا شايفين قدامنا الخريطة بتاعت العالم، عندنا أجزاء ملونة بالأخضر أو الأحمر. الأخضر هو ثبات أو تحسن في التصنيف الائتماني، الأحمر هو انخفاض في التصنيف الائتماني. اللي ملوش لون ده اللي هو اللون الرمادي، دي البيانات فيه غير متوفرة، يعني غير كافية لوضع صورة نهائية. فهتجد أنه في قلب العالم في صدارة هذه الخريطة تقف مصر باللون الأخضر، فهي ما بين ثبات وتحسن للتصنيف الائتماني. هتشوف اقتصاديات بالتأكيد أكبر مننا، روسيا على سبيل المثال، كندا على سبيل المثال آخر وضعها الائتماني، الهند، تركيا، هتلاقي أنه تصنيفها الائتماني للأسف الشديد في حالة انخفاض طبقا لهذه المؤسسات. طيب المؤسسات ايه يا جماعة؟ موديز كوربريشن وفيتش ريتينجز وستاندرد اند بورز. تعالوا نشوف اللوحة التانية او سلايد التانية بتاعتنا. طيب تحت العنوان استمرار تثبيت التصنيف الائتماني لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة، فيتش شايفة ان احنا على معدل بي بلس، وبتقول سجلت مصر الأخير من الإصلاحات المالية، سجل مصر الأخير من الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير الذي حقق نموا قويا أسهم في تثبيت التصنيف مع نظرة مستقبلية مستقرة. كويس، ده كلام فيتش، هم اللي بيقولوا. طيب ستاندرد اند بورز بتقول تعكس نظرتنا المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري توقعاتنا بأن تسهم السياسات التي اتخذتها مصر في منع حدوث تدهور مالي كبير في ظل أزمة ارتفاع الأسعار العالمية، ودت لنا درجة بي. طيب موديز بتقول ما قامت به مصر من إصلاحات اقتصادية ومالية يدعم ملفها الائتماني في ظل التحديات الراهنة، ودت لنا بي 2. طيب هتيجي تقولي تحت مكتوب منذ مارس 19، مايو 18، إبريل 19، ده بداية التقييم، يعني رأيهم أن الإصلاحات اللي حصلت والتقييم اللي بدأوا يشتغلوا عليه لأجل هذا الوضع أو مرورا بالأوضاع السابقة وصولا للوضع الحالي كان من مارس 2019، ده في حالة فيتش. في حالة ستاندرد أند بورز من مايو 2018، في حالة موديز من 2019 اللي بعده. طيب أبرز التعليقات، ودي حاجة مهمة جدا، بتقول إيه بقى فيتش؟ بتقول استمر تعافي الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من عام 2021. بالمناسبة هم هنا مش بيتكلموا على الربع الثالث في العام المالي بتاعنا، هو بيتكلم على العام العادي الطبيعي العام الميلادي الربع الثالث. كويس، فبيقول لك من عام 2021 يسجل معدل نمو قوي. الربع الثالث وصل سنة 2021 في ربعها الثالث لكام؟ 9.8. ده مش التصنيف بتاع السنة كلها، ده الربع الثالث من 2021، 9.8. ده كلام مين؟ ده مش كلام يوسف ولا كلام البنك المركزي ولا وزارة المالية ولا وزارة التخطيط ولا مؤسسة بحثية مصرية، ده الكلام بتاع مؤسسة فيتش. طيب ايه السبب؟ قالوا مدفوعا بنمو الصادرات. طيب يعني ايه نمو الصادرات؟ يعني القطاعات الانتاجية بدأت تشتغل بالمظبوط، تحقق فوائد قابلة للتصدير، والطلب المحلي، طول ما في طلب محلي ده يعكس ايه؟ يعكس ان دورة رأس المال المحلية ايجابية. يعني ايه الكلام ده يا عم يوسف؟ يعني عندي انا كمواطن قدرة وملاءة مالية ان انا انزل اشتري، قدرة وملاءة مالية،
ما عنديش خوف من الشراء، ما عنديش تردد. طيب، ونتوقع أن يستمر الاقتصاد المصري في تحقيق نمو قوي خلال هذا العام اللي هو 22. تعال نكمل مع فيتش، وبيقولوا من المتوقع أن يتقلص يقل عجز الحساب الجاري خلال الأعوام المقبلة ليصل إلى 3.5% في أي عام بقى؟ هل العام العادي؟ لا، هنا بنتكلم على العام المالي 22-23، يعني من 7 لـ7. طيب، كما ساهم انتعاش كل من حركة المرور بقناة السويس اللي ما كانتش عاجبة بعضهم، فاكرين انتوا؟ طيب، بقناة السويس وإيرادات السياحة في تقلص نسبة العجز خلال النصف الثاني من عام 21. ده كلام فيتش. تعال نروح لستاندرد أمبورز، قالوا إيه؟ قالوا في ظل تطبيق سياسات نقدية انكماشية عالميا، تأثرت معظم الأسواق الناشئة ومنها مصر بطبيعة الحال، ولكن نتوقع أن تتمكن مصر من إدارة الأوضاع الحالية، وذلك من خلال الحفاظ على سياستها المالية على المدى المتوسط. يعني هم شايفين أن السياسة المالية المصرية على المدى المتوسط سياسة رشيدة حكيمة مستقرة، خليكم ماشيين بالطريقة دي هتقدروا تحققوا المبتغى. ده كلام ستاندرد أمبورز. بيكملوا كلامهم تاني وبيقولوا نتيجة بقى للي حققته مصر في السنوات الأخيرة من عجز ضئيل في ميزان تجارتها البترولي. يعني إيه ميزان التجارة البترولي؟ بصدر بقد إيه وبستورد بقد إيه، فأنا بقلل العجز، يعني معناها أن أنا بقلل استيرادي للمنتجات البترولية. فقال لك نتيجة للي قدرنا نحققه من تقليل استيراد البترول، ده كده بقى الترجمة لو صح التعبير يعني، وما وصلت إليه الآن من اكتفاء ذاتي من الغاز. فاكرين برضو بعضهم لما قال لك ايه؟ قال لك حقول غاز ايه ده، بيضحكوا عليكوا، مش عارف شرق المتوسط ايه ده، بيضحكوا عليكوا، ده ولا في حقول ولا حاجه ولا هتجيب حاجه. طيب ستاندرد امبورز تاني بتقول لك الاكتفاء الذاتي من الغاز بل وتحقيق فائض، كل هذا يسهم في تخفيف حدة أزمة ارتفاع أسعار النفط العالمية على مصر عشان قللت اعتمادها على النفط. طيب، إيه كمان؟ كما نرى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط مش الطويل مدعومة بتنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية. ستاندرد أند بورز. موديز بيقولوا إيه بقى؟ ساهمت قرارات البنك المركزي الأخيرة في حماية الاحتياطيات النقدية الأجنبية، ومن المتوقع أن يسهم توصل مصر إلى مصادر تمويل إضافية في تقليص عجز الحساب التجاري. طب يعني إيه مصادر تمويل إضافية جديدة؟ يعني المزيد من الإنتاج، يعني المزيد من الشراكات، يعني المزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن ثم يصبح في عندك إيه؟ عندك دولار او عملة صعبة بشكل عام داخلة. طيب، هي الاستثمارات اللي احنا بندخلها دي بندخلها على انهي قطاعات؟ على قطاعات الانتاج والخدمات اللوجستية والعمل في مصانع البتروكيماويات وهكذا. فده معناه انك انت بتدخل استثمارات على قطاعات انتاجية بالاساس. موديز شايفين انه ده من شأنه انه يقلص عجز الحساب التجاري. كويس. طيب، وبيكملوا كلامهم وبيقولوا استجابة مصر لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية بتعكس فاعلية السياسات الحكومية. هم اللي شايفين، مش احنا، مش دكتور مصطفى مدبولي، مش الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلاقا، الناس دول هم اللي بيقولوا تعكس فاعلية السياسات الحكومية. السياسات الحكومية المصرية سياسات فاعلة من وجهة نظر موديز، حيث ساهمت حزم الدعم في التخفيف من تداعيات ارتفاع الأسعار. أي لولا مد مظلة الحماية الاجتماعية المصرية خلال هذه الفترة، أو بالتحديد الفترتين بتوع كورونا، واستمرت وبعدين للأسف حصلت الأزمة بتاعت حرب أوكرانيا وروسيا، فمصر راحت ما وقفتش تتفرج، فبدأت تشتغل على مد مظلة الحماية الاجتماعية، سواء إذا كانت مظلة الحماية الاجتماعية متعلقة بمسألة السيطرة على الأسعار والمعارض اللي بتتعمل والبروتوكولات اللي بتتعمل، أو ضم المزيد من الأسر إلى معاشات زي تكافل وكرامة وما إلى ذلك. لولا ذلك كانت حدثت الكارثة. ولهذا هتلاقي الوكالة بتقول لك إيه؟ السياسات الحكومية الفاعلة
هنا ينتهي تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مشكورا جدا، وتنتهي الترجمة الفورية. كان معكم يوسف الحسيني أو الشرح الفوري. أستأذنكم نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. طب معنا على التليفون نجمة الرائعة الكبيرة الجميلة يسرى. ربنا يخليك يا رب. أهلا بيك، وحشتينا. أنتوا كمان والله جدا جدا. شغل رمضان كان عظيم جدا كما جرت العادة. الحمد لله انه عجبكم، وانا مبسوطه جدا ان انا قدرت احط ابتسامه كده على وشوش كل الجماهير. دايما كل حاجه بتعجبنا بتعمليها لنا، ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. النهارده وعيد ميلاد عادل امام، وانا عارف عادل امام بالنسبه ليسرى ايه، صديق وزميل حقيقي واستاذ كمان. هو صديق وزميل واستاذ، وتلاقيه يعني في حياتك بكل المعاني. أول مرة اتقابلته كان امتى؟ لا ده كان زمان قوي قوي قوي. واحنا اشتغلنا فيلمين يمكن ما بيتعرضوش كتير، كان اسمه شباب يرقص فوق النار واذكياء لكن اغبياء. اوكي، دول ما بيتعرضوش كتير. الافوكاتو ما بيتعرضوش كتير مع ان دمهم شربات جدا. الافوكاتو كان فيلم كسر الدنيا واثار الزوابع كمان. طبعا عمل زوابع وعواصف، كان من روائع الاستاذ رأفت الميمي كمان. طبعا الله يرحمه يا رب. الله يرحمه. الله يا رب. يرحمه. الشغل مع عادل امام بيفرق عن الشغل مع حد تاني؟ لان عادل امام يعني هقول لك الكواليس بتاعته وقعدته وازاي بيهزر مع كل الناس، وازاي حافظ اسامي كل الناس، وازاي هو يعني هتلاقيه عارف اسم كل عامل موجود جوه البلاتو خارج البلاتو، هتلاقيه بيهزر مع كل الناس. لا يعني شخصية بديعة جميلة رائعة، بيضيف سعادة كده على الناس وهم بيشتغلوا معاه. قد ما يكونوا مرعوبين منه قد ما بيكونوا مبسوطين ان هم معاه. بيبقوا مرعوبين ليه في الأول؟ عشان قدام عادل إمام. برضو عادل إمام ده مش حاجة سهلة يعني، اسم يخوف. يعني برضو عادل امام فنان كبير ومش سهل، بس في نفس الوقت اول ما هو بيكسر الحده دي هي، ولما بيامن بالموهبه بتاعتك بيديلك كل الفرص اللي في الدنيا. صحيح صحيح. ومن قلبه يعني بيعملها من قلبه بجد. طول الوقت بيحاول كمان يكتشف اسماء جديده ومواهب جديده. وانت لما هتشوف هتلاقي ثلاث ارباع النجوم النهارده اشتغلوا معاه. صح، يعني اللي اصبحوا نجوم النهارده اشتغلوا معاه واداهم فرصه هي اللي خلتهم يكونوا نجوم. ايه اللي خلى عادل امام بقى عادل امام؟ دي عادل امام ثقافته، حبه للفن، احساسه بالمسؤوليه. يعني هو مش واخد الـ 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 مش واخد الفن كده مهنه ان هو بيسترزق منها، لا بس لا، او يبقى مشهور من وراها، لا، هو مؤمن ان الفن ده رساله، ورساله كبيره ومهمه، وان هو من خلال الفن ده هو يقدر يقول كل حاجه. هتقولي له ايه النهارده عشان عيد ميلاده؟ اقول له ربنا يخليك لينا ويطول لنا في عمرك ويديك الصحه ويحفظك من كل شر، ويلا بقى ارجع لنا، هنموت عايزين نشوفك تاني، وانا عايز اشتغل معاك يا استاذ. يلا يا استاذ. يلا بينا. طيب احنا بقى ايه، انا كمان بقول لك يلا كمان تبقي موجوده معانا في البرنامج بقى، نقعد ندردش ونتكلم ان شاء الله. كل مره بنتقابل نقعد بقى في الطيارات بنتكلم على الطاير كده، ما بنلحقش نقعد نتكلم. معلش ان شاء الله المره الجايه. ان شاء الله. اشكرك جدا جدا. انا اللي بشكرك جدا. الف شكر. ربنا يخليك. الف شكر. ما سابش مشكله واحده وما اشتغلش عليها. معانا على التليفون النجمة الكبيرة الفنانة الرائعة أروع منتجة بتاء التأنيس في مصر إلهام شاهين. ربنا يخليك. ميرسي يا يوسف. ازيك؟ كل سنة وانت طيب. انت عارف انا احبك قد ايه. وانا كمان والله بحبك جدا. والله انا عارف. انسان صادق ومحترم. يا رب يخليك. اصل انا دايما نقعد لما نيجي نقعد نتكلم اقول لهم يا جماعه الهام شاهين دي مع حفظ الالقاب طبعا يعني تجمع الحاجتين، نجمه كبيره ومنتجه عظيمه تغامر بكل شيء عشان انتاج السينما ما عندهاش مشكله. ربنا يخليك. بس لازم، واجب علينا، ما السينما دي اللي ادتنا كل حاجه حلوه في حياتنا، فلازم احنا كمان نقدم لها حاجه تستحقها. يعني انا انتاجي ده
حبا في السينما مش حبا في إلهام شاهين على أنا فكرة. أنا عارف يعني إن عايزة أرد جميل للسينما لأنها عملت لي كل حاجة حلوة في حياتي وما بحبش حاجة في دنيتي كلها قدها. أستاذة إلهام يا رب ربنا يقدرني ودايما أعمل أعمال تبقى يعني تبقى مهمة في تاريخ السينما المصرية. أكيد أكيد كلها إن شاء الله دايما مهمة كعبارة العادة. غير إن أنا طبعا نفسي إن إحنا هنقعد ونتكلم على الزوابع اللي أثارتها إلهام شاهين في رمضان اللي فات بمسلسل على ما يبدو إنه كان موجع مؤلم إلى أبعد الحدود، لكن النهاردة يمكن هنتكلم على عادل إمام. تقولي إيه النهاردة؟ أقول عدول الجميل علامة فارقة في حياتي أنا شخصيا. يعني هو سبب وجود اسم إلهام شاهين كنجمة. يعني أنا بصنف دايما لما بيجي يعني أؤرخ في تاريخي الفني أقول ما قبل الهلفوت وما بعد الهلفوت. الهلفوت كان فيلم فعلا نقلة كبيرة في حياتي. يعني أنا قبله عملت أمهات في المنفى والعار ولا تسألني من أنا والبريء، أفلام عظيمة أساسا، الأربع أفلام كلها علامات في تاريخ السينما، لكن ما كنتش أنا البطلة بتاعت العمل، أنا جزء من العمل كويس. لكن أني أقف بطلة قدام نجم كبير، أهم نجم في مصر، أكبر نجم عادل إمام، وطبعا تأليف الأستاذ وحيد حامد وإخراج دكتور سمير سيف، والتلاتة يجتمعوا لصناعة نجمة، ده كان شيء كبير جدا بالنسبة لي وعمل لي نقلة كبيرة في حياتي. والحقيقة أن عادل إمام هو اللي رشحني، يعني أستاذ وحيد حامد وقف جنبي، دكتور سمير سيف وقف جنبي، لكن اللي رشحني للعمل واللي أصر عليا، لأن هي العمل كان مكتوب لنجمة كبيرة جدا جدا من جيل قبلنا وعلى آخر وقت معرفش إيه الأسباب التغيير، فقالوا خلاص إحنا نجيب حد جديد. فكان من نصيبي وكان إصرار من أستاذ عادل إمام، وهو بنفسه اللي كلمني عشان الفيلم. تمام. وده ما بيحصلش إن هو بنفسه يكلم ممثلة عشان تمثل قدامه، كلمني قال لي هيجيلك سيناريو اسمه الهلفوت أنا مرشحك فيه. فكان الفيلم ده كان حاجة كبيرة جدا بالنسبة لي. فعادل إمام هو صانع نجومية إلهام شاهين، إني بقيت نجمة بعد فيلم الهلفوت، بقيت أتحط في أفلام أشيل البطولة لوحدي. أيوة. يعني بقيت في حتة تانية خالص، ما قبل الهلفوت شيء وما بعد العمل مع عادل إمام كان شيء تاني. وطبعا أنا أول فيلم في حياتي أصلا إن أنا أقف قدام كاميرا، أول مرة أمثل لسه ما عملتش حاجة، كان برضو مع عادل إمام في فيلم أمهات في المنفى. بس أنا كان يعني أنا دوري كان مع ممثلين آخرين، كنت بقف قدامه في 3-4 مشاهد بس، والباقي كان مع محمد لطفي. فكنت فرحانة جدا بال3-4 مشاهد اللي عملتهم برضو مع الفنان الكبير عادل إمام، فأول مرة في حياتي أمثل. فهو ليه عندي كتير الحقيقة، يعني بحبه بشكل خاص جدا، وبحبه كفنان، وبحبه بشكل إنساني جدا جدا، وبحترم الأفكار اللي اشتغل عليها عادل إمام. يعني عادل إمام إذا كنت حضرتك النهاردة بتقول لي أنت عملتي قلبان بطلوع الروح. أيوة. ويمكن عشان ده عمل بيحارب الإرهاب. صحيح. أول واحد حارب الإرهاب في السينما كان عادل إمام بمنتهى الشجاعة. بمنتهى الشجاعة. ده حقيقي. فهو إحنا تلامذة ليه، يعني كلنا لما بنعمل حاجة حلوة إحنا تلامذة لعادل إمام، إحنا بنتعلم منه، وهو قدوة كبيرة لينا، والوحيد اللي قدر يعمل المعادلة ما بين انك تقدم فن ليه قيمة وليه رسالة وانه يبقى جماهيري جدا وتجاري جدا ويجيب ايرادات عالية جدا. ما حدش عارف يعمل ده يمكن في تاريخ السينما كلها غير عادل امام. يعني كانوا دايما يصنفوا ده فيلم جماهيري وتجاري وده فيلم للمهرجانات. أيوة. والنقاد. عادل امام عارف يعمل الاثنين في واحد، ودي معادلة صعبة مش اي حد يقدر يحققها، وحقق نجومية يعني أكتر من 50 سنة برضو ما حدش قدر يعمل ده. فهو في كل الحالات هو حالة متفردة فنيا وإنسانيا، ربنا يديله الصحة يا رب ويخليه لينا، وفنه أسعدنا كتير، إحنا بنشكره على الفن العظيم اللي قدمه لنا. طب أنا عندي حاجتين بعد إذنك بقى. حاجة منهم هي سألتي عادل إمام إيه سبب تمسكه الشديد بإنك تقدمي أو تبقي بطلة فيلم الهلفوت؟ بص اصل موضوع الهلفوت ده جه ازاي؟ كان بيتعرض لي وقتها مسلسل تلفزيوني اسمه وقال البحر.
تأليف أستاذ أسامة أنور عكاشة وإخراج الأستاذ محمد فاضل. كان بيتعرض والحلقة شغالة والتليفون رن وقال لي إيه يا بت المشهد الحلو اللي عملتيه ده؟ فقلت له مين ده؟ مين معايا؟ قال لي أنا عادل إمام. قلت له يا أخي بطلوا هزار بقى ورحت قافلة السكة. لأني مش متوقعة. افتكرت حد إيه بيهزر يعني أيوه. حد معجب جمهوره بيقول لي أنا عادل إمام. فراح طالبني تاني وشخط بقى فيا قال يا مجنونه بقول لك انا عادل امام. فاتخضيت بقى استاذ عادل لا انت ما توقعتش ده بجد ده صوتك وبتاع. وراح قال لي بقى قال لي انت عامله شغل حلو قوي كنت طالعه بياعه برده في السوق وهو بيحضر فيلم الهلفوت والدور بياعه في السوق. فالحكايه جت كده يعني هو قال لي انت عجباني قوي انت قدامي دلوقتي وايه الشغل الجامد اللي انت عاملاه ده برافو عليكي ايه ده انا مش متوقع ان انت بقيتي جامده كده لان انا اشتغلت معاه وانا اول فيلم في حياتي. ايوه. فقال لي انت هتعملي بطوله معايا. حلو. قلت له معقول انا مش مصدقه نفسي طايره من الفرح. قال لي السيناريو هيجي لك والنهارده وكان لذيذ قوي. قال لي اطلب اللي انت عايزاه انت مع عادل امام. يا عيني. طبعا ليها قصه لان بعد كده ما عرف انا طلبت ايه طردني من الاستوديو. قال لك مش قوي كده. ربنا يديله الصحة. اتأثر قوي لاني طلبت شيء تافه جدا انا مش متوقعة. قال لي هو ده بقول لك اطلب اللي انت عايزاه. حبيبي دي مواقف جميلة 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 معايا وبجد في الفيلم ده كان واقف جنبي لدرجة كان احيانا يغششني حاجات يقول لي لا دي في الكلمة دي قولي الجملة بالطريقة دي وانا بقاش عارفة يعني هو بيقولي كده ليه بس انا اوكي انا بنفذ اللي بيقول عليه عادل امام. فكنت اتفاجئ ان ده بقى في العرض صريخ في الصالة وانا بعمله عادي جدا يعني ما اعرفش ان الكلام ده ممكن يضحك. فقد ايه ساعدني في كل حاجة بقى يحط لي افيهات في دوري بقى. انا عايز اقولك مثلا مشهد الفرح بتاعنا وهو في فيلم الهلفوت لاني بقى انا طول الفيلم متبهدله وعامله مكياج للقبح يعني بيخلوني أيوه. لون التراب والشفايف لونها ابيض والشعر اكرت. فجيت بقى يوم الفرح عملت شعري وعملت مكياج بقى عروسه. فشافني قال لي ايه ده دي مش ورده دي واحده عامله مكياج محترف دي واحده اول مره في حياتها تمسك في ايدها قلم روج ايه اللي انت عاملاه ده واحنا خلاص بقى داخلين نصور الشط وراح واخدني احنا كنا بنصور في الاسماعيليه على الاوتيل ومعانا الماكيور ودخلت قال لي اغسلي وشك اقعد اعمل لها كذا وكذا وكذا. المشهد ده بيقولوا لي يعني اهتمامك بالتفاصيل في الدور أيوه. خليتك خدتي جايزه احسن ممثله تفاصيل الدور صح كان بيساعدني فيها عادل امام يعني انه يقف على ايدين ماكيور بيعمل مكياج لممثله لانها كانت عامله مكياج غلط وقال لي تعالي تعالي قبل ما يشوفك سمير سيف يعني قبل المخرج ما يشوفني كنت لسه جايه من الاوتيل وداخله اللوكيشن وراح واخدني وخلاه عمل لي بقى مكياج طبعا مشلفط بقى مناسب للشخصيه بقى شبه ورده هو بيهتم بالتفاصيل الدقيقه فانا اتعلمت منه ده يعني لو تشوف الهلفوت ده هو كان تفاصيله عامله ازاي طبعا شكل شعره وشكل ضوافره كان عامل فيها ايه يعني عادل امام من اكتر الناس اللي شفت معاهم يهتم بالتفاصيل في الشخصيه فيبقى في مصداقيه شديده ليها صحيح وتعلمت فعلا منه ده يعني عرفت ايه المكياج مش مكياج تجميل المكياج المناسب للشخصيه ايه في الموقف كنت لسه جديده والحاجات دي برده ما اعرفهاش فالواحد لما بيشتغل مع اساتذه كبار بيتعلم حاجات كتير بتفيده في حياته 100% مظبوط 100% الحاجه الثانيه اللي كنت اقولك عليها فضيلنا الاسبوع الجاي نستضيفك عناية ليك يا يوسف يا رب يخليك يا رب ان شاء الله خلاص ان شاء الله انت طبعا عايز تطلع روحي على بطلوع الروح عارف انا الكلام ده عارف الحركات والله دي والله صدقيني مش بس بطلوع الروح بطلوع الروح ده اكيد والهام شاهين الممثله ده اكيد والهام شاهين المنتجه ده اكيد واكيد فانا دايما انا بشوف الهام شاهين اكبر من انه مسلسل اللي هنتكلم عليه حقيقي يعني فعشان كده انا مهتم بانه نتقابل لو ما كانش الاسبوع الجاي اللي اتمنى يبقى الاسبوع الجاي يبقى الاسبوع اللي بعده حسب ان شاء الله باذن الله باذن الله حالي. ربنا يخليك تسلمي الف 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 شكر ليكي سعيد جدا التلفزيون المصري كمان ده بيتنا الاساسي يعني مش كده برضو ده الاساس صحيح طبعا صحيح. طبعا الف الف شرف. الف شكر ليكي شرف لينا الف شكر لنجمتنا الكبيره الهام شاهين يا أخي القصص بتاعة التحدي دي قصص بتبقى تخليك تحس إن أنت ما عملتش حاجة في حياتك على الإطلاق
ساعات كده البني ادم يجي له وقت يظن انه ايه عمل اللي ما يعمل، جاب الديب من ديله يعني. لكن لما تيجي تشوف مثلا على سبيل المثال حد زي مارينا، مارينا اتولدت من غير عظام ومفاصل في الساقين. طيب تسكت ابدا، لانها اتخذت القرار، التحدي، اصبحت واحده من ابطال مصر، وتصنع الامل في الولايات المتحده الامريكيه، وتبدا تشتغل كمان على خدمه اصحاب الهمم. معانا على ايوه صور الاول قبل التليفون عشان بس الناس تبقى شايفه. دي مارينا بالمناسبة، حالة نشاط مستمر، أمل طول الوقت موجود، وتزرع الأمل كمان في قلوب الناس. معانا مارينا نخلة على التليفون. ازيك يا مارينا؟ كويس الحمد لله، انتوا عاملين ايه؟ انتي عاملة ايه؟ احنا كويس وشكرا، مبسوطة قوي انكم كلمتوني. والله احنا اللي مبسوطين اكتر بيكي، واحنا اللي سعدة ومتشرفين بان احنا بنكلمك. قوليلي انت مشوارك بدا ازاي؟ مشواري يعني ماما وبابا هم كلهم مولودين في مصر ومتربيين في مصر، وهم امريكا قبل ما انا اتولد. وانا اتولدت في امريكا، بس كان عندي مشكله زي ما انت قلت، كان ناقص عظم معين عشان اعرف امشي. اوكي. فالدكاتره قالوا لماما وبابا في اختيارين، يعني يا اما تقطعوا رجليها وهي صغيرة عشان تديها الفرصة تمشي، يا إما خلوها زي ما هي بس هي تقعد في كرسي متحرك ومش هيبقى ليها فرصة تمشي. فالاختيار ده كان صعب لماما وبابا عشان هما كانوا يعني لسه جايين من مصر ساعتها، وما كانوش عارفين إيه هي الديسابيليتي، إيه هي الاختلافات، يعني ما تعاملوش مع حد زي كده في مصر قبل كده، وما كانوش عارفين ومتوترين من الاختيار ده. طبعا. لكن الدكاترة شجعتهم وقالت لهم العملية دي أحسن حاجة في مستقبلها وهي صغيرة كده، وشجعوا ماما وبابا وقالوا لهم إن هي هتكون زي أي حد تاني وده أحسن اختيار ليها. فرجلي اتقطعت وأنا عندي سنة، وبعدين لبست جهاز يمكن وأنا عندي سنتين أو حاجة كده. فأنا أكيد فخورة قوي بماما وبابا يعني إن هم اختاروا الاختيار ده ليا. انتي فخوره ان هم اختاروا الاختيار ده. اتعاملتي مع الاختيار ده ازاي بعد كده يا مارينا؟ بالوقت يعني ماما وقفت جنبي جامد جدا. اي حد كان يجي ناحيتي وانا صغيره عشان كانوا بيبصوا عليا عشان شكلي مختلف، او يعني كانوا زعلانين عليا، هي كانت دايما تقف ورا ظهري، ودايما في ظهري، دايما توقف للناس تقول انتوا بتبصوا على ايه، مش مختلفة ما تبصوش عليها. انا فاكرة الحاجات دي وانا صغيرة، وهي ماما اللي ادتلي القوة عشان ابقى عشان ابقى مارينا النهاردة. يعني انا ما اقدرش اكون وصلت اللي انا وصلته من غير ماما، عشان هي كانت املي كله وانا صغيرة. كويس قوي. انتي ها كملي. كنت هقول يعني اهلي عملوا فرق شاسع، وعملوا فرق كبير قوي في حياتي، اني انا اكون عندي كونفيدنس في نفسي، يعني عندي ثقه في نفسي. حلو جدا. طيب وبداتي ازاي تشتغلي في انه تساعدي اللي حواليكي؟ فماما وبابا ساعدوني طبعا، وماما كتير لحد ما كبرت، ولما بقيت ادلت يعني ودخلت الجامعه ودخلت الحاجات دي وبقيت خلاص بعمل كل حاجه لوحدي، دخلت كلينيك اسمه هينجر كلينيك. هو معروف في امريكا، يمكن فيه 700 او 800 كلينيك في امريكا اسمه هينجر. فدخلت الكلينيك ده وقابلت ناس ثانيه زيي، فقابلت ناس يعني عندها حاجه و60 سنه، حاجه و70 سنه، رجليهم لسه مقطوعه عشان السكر، او رجليهم لسه مقطوعه عشان كانوا عندهم مشاكل بقلبهم، او ناس صغيره اصغر مني او في سني، وعرفت ان انا ممكن اتعلم من ناس ثانيه زيي. فلما بدأت أتعلم من ناس تانية زيي أنا، ده اداني الأمل إن أنا برضو أشجع ناس جديدة أو مش واثقة في نفسها أو نفسها في تشجيع. فبدأت أروح ميتينجز وأسافر وأساعد ناس تانية زيي، أو لسه عاملة عملية، أو لسه داخلة في الحوارات دي، عشان أنا عارفة إني أكترية الناس
رجليها مش او ايديها مش بتتقطع وهي صغيره. انا بنسبه صغيره اكثريه الناس اللي زيي بيكون حوادث او بيكون من الجيش او بيكون من حاجات طبيه. ف يعني انا حبيت ان انا اساعد ناس عشان الناس الثانيه ساعدتني انا. برافو عليكي مارينا. طبعا انت عارفه انه الدنيا في مصر كلها مقلوبه بيعرفوا اخبارك، فرحانين بيكي، بيتبادلوا صورك وبيعملوا شير للصور بتاعتك والانشطه بتاعتك. عارفه انت الموضوع ده؟ مبسوطه جدا. خدتي بالك مارينا؟ نورتينا وشرفتينا، وكنا حابين ان احنا نشكرك حقيقي على الجهد الانساني اللي انت بتعمليه علشان تملي الدنيا بالامل. كل الشكر ليك يا مارينا، الف 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 شكر ليك. طب تعالوا نروح لخبر مهم بقى جدا. مجلس العموم البريطاني House of Commons، ده واحد من اهم البرلمانات اللي في العالم، بل تقدر تقول ان ده واحد من 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 اهم البرلمانات الديمقراطيه، مفترض طبعا اللي موجوده في الحلوه، مفترض طبعا دي اللي موجوده في العصر الحديث. المفتي بتاعنا يذهب الى هناك ويطلق مبادره تطبيق فتوى برو لخدمه المسلمين في الغرب. فعلا ان الاوان ان المسلمين في الغرب يسمعوا الفتوى من اللي بيفهم، يسمعوا الفتوى من اللي عارف، يسمعوا الفتوى من أصحاب العقول والعلم الحقيقي، مش من المتطرفين والمتشددين وما إلى ذلك. معنا على تليفون دكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا وسهلا يا فندم، وتحياتي ومساء الخير لسيادتك ومساء الخير لمشاهدينا الكرام. مساء النور يا دكتور. يعني طبعا احنا بالتأكيد سعدة بوجود فضيلة المفتي هناك في لندن وفي مجلس العموم، وأنه يتم إطلاق هذا التطبيق المتعلق بالفتوى للمسلمين في الغرب، أنه يبقى بإيدين بعقول مصرية بروح مصرية بفقه مصري لو صح التعبير. بس هسأل برضو، التوقيت ده دكتور ليه مش قبل كده وليه مش بعد كده؟ والحقيقة زيارة فضيلته للمملكة المتحدة جاءت يعني جاءت دعوة منذ فترة، دعا البرلمان مجلس العموم مجلس اللقاط فضيلته لزيارتها وللحوار و التنقص منذ فتره. الى ان فتره كورونا جاءت فحصل برضه تواصل بين فضيلته، والقى لقاء حواري رائع واجاب على كثير من الاسئله عبر التطبيقات الذكيه. وبعد كده لما اتيحت الاجواء وعادت الحياه جاء ترتيب هذه الفضله، وتكرر الطلب مره اخرى، وألقى اليوم فضلته هذه الكلمة التاريخية أمام مجلسي العموم واللقاط البريطاني. عظيم جدا. بتعتقد يا دكتور أهمية وجود العلماء الكبار زي فضيلة المفتي وغيره من علمائنا، وما بين قوسين زي ما أنا كده قلت قبل كده، وجود الفقه المصري في الغرب، أهمية ده إيه يا فندم؟ والله هو عدة أمور. فضلت المفتي اليوم تكلم عن أهمية التواصل. التواصل اللي هو تبادل وجهات النظر، اللي هو الحوار، اللي هو الإجابة على الأسئلة. والحمد لله يعني إحنا لما بنتكلم عن مصر والتدين المصري والمؤسسات المصرية كلها وكذلك المؤسسات الدينية المصرية، فاحنا بنتكلم على شيء ضارب في التاريخ بيستمد قوه شديده جدا قويه جدا تستطيع الاجابه والحوار في على الاسئله المعاصره وتصل الى الاقناع والى القلوب عبر العالم. نحن محتاجون، فالسر ان احنا محتاجين للتواصل. وشيء اخر مهم لابد ان احنا ناخد بالنا منه، وهو ان للأسف المتطرفون حاولوا أن يسترقوا منابر كثيرة عبر العالم، خصوصا مثلا الجماعة المسماة جماعة الإخوان المسلمين. فإحنا عبر التواصل وعبر الحوار وما يتم من الإجابة عن الأسئلة وأداء هذا
الواجب، وخصوصا يعني انا اذكر ان فضيله المفتي وعلى هامش المحاضره اليوم تم توزيع توثيق لارشيف للعنف الذي يتم عبر هذه الجماعه، ارشيف لتاريخ العنف فيها باللغه الانجليزيه للساده اعضاء مجلس العموم واللوردات البريطاني جميعا. هذا سيوضح اننا في سبيل الدعوه للوسطيه الدينيه، نبذ العنف، وبالتالي تصحيح صوره الاسلام، تصحيح صوره الوطن لدى في اذهان الناس جميعا. عظيم جدا، بشكرك جدا دكتور خالد، كل الشكر دكتور خالد عمران امين الفتوى بدار الافتاء المصريه. قبل الفاصل وقبل ان نلتقي زي ما بقول لكم كده بمطربتنا العربيه التونسيه العالميه امال مثلوثي، عايز بس اقولك حاجه على خلفيه وجود فضيله المفتي في مجلس العموم ومجلس اللوردات البريطاني. انا افتكر مجرد طرح يعني ان الاوان إلى أنه يبقى في عندنا علماء ومفكرين أزهريين كانوا أو غير أزهريين. ده بالمناسبة سهل أنه يتعمل، مش سهل قوي، سهل أنه يتعمل له تنسيق مع كبريات الجامعات اللي موجودة في الدنيا، يعني يكونوا موجودين هناك في هذه الجامعات، مش بس لأجل التدريس، يعني التدريس ده قصة تانية، لكن على الأقل لعقد ندوات ومناقشات وبعض المحاضرات من وقت إلى آخر. عايز أشوف تاني الفقه المصري ما بين قوسين كده، ويا سلام سلم لو كان فقه الليث بن سعد بالتحديد، يعني بالتحديد وبالأخص وبالضرورة كمان، يبقى موجود في كينجز كوليدج، يبقى موجود في أكسفورد، يبقى موجود في كامبريدج، يبقى موجود في جامعة برلين، يبقى موجود في السوربون باري دو، يبقى موجود في هارفارد، يبقى موجود في يال، يبقى موجود في ستانفورد إلى آخره. ولازم نبقى موجودين بكثافة، لازم نبقى موجودين بكثافة، كثافة وفاعلية، مش السفر لأجل السفر. ولازم وإحنا رايحين نبقى رايحين وإحنا مش بس جاهزين، لأن أنا عارف أن ممكن تبقى العقول جاهزة، لكن نبقى جاهزين كمان بأن إحنا عندنا كم لا بأس به على الإطلاق من المؤلفات المترجمة بالإنجليزية، يعني من العربية للإنجليزية، من العربية إلى الفرنسية، من العربية إلى الألمانية، من العربية إلى الأسبانية، وهكذا. لازم يبقى في تعاون مع دور النشر العالميه، سواء اذا كانت بتشتغل ديجيتال اونلاين او اللي بتشتغل بالشكل العادي انه مع الباعه والمكتبات، لازم تبقى هذه المؤلفات موجوده، ولازم يبقى في مؤلفات ايضا مبسطه وسهله. طيب رايحين لمين؟ هل احنا رايحين بس للمسلمين اللي موجودين في اوروبا ولا امريكا ولا استراليا؟ احنا رايحين للانسانيه، وليس بغرض الدعوه، ولكن بغرض ان الناس تعرف احنا مين. خد بالك انه كثير جدا مما يكتب عنا ان لم يكن اغلبه فظيع. عنا مين؟ عنا المسلمين بشكل عام. بل ان انا فاكر كويس جدا ان انا مرة حضرت محاضرة وكان المحاضر فيها بيقول مش من المنطقي او غير المعقول على الاطلاق انه تقريبا 20% من مسلمين العالم يزعجون كل العالم. عارف كان يقصد مين؟ يقصد المسلمين العرب. احنا تقريبا 20% من اجمالي الكتلة المسلمة في العالم، فهو شايف ان المسلمين العرب اللي هم تقريبا 20% من مسلمين العالم يقومون بازعاج العالم. ده تصوره، هو مش قادر يفهم انه لا، مش احنا اللي بنزعج العالم، اللي بيزعج العالم هو الارهاب، هو التشدد، هو التطرف. واللي خلق التطرف والتشدد والارهاب هو الغرب، ده هم اللي خلقوه وهم اللي كبروه وهم اللي نفخوا في هذه الجزوات حتى تشتعلوا نيرانا، وهم اللي مولوه وهم اللي ادوا له صواريخ ستينجر بموافقه برلماناتهم ومجالس عمومهم ومجالس نوابهم وكونجرسهم ومجلس شيوخهم علشان يقعدوا يحاربوا في افغانستان. هم اللي مولوهم في العراق وفي سوريا وفي ليبيا، هم اللي دربوهم في اكاديمياتهم بالمناسبه. لكن هذه الصورة ليست هي الصورة الرائجة. الصورة الرائجة هي ان احنا اللي وحشين. آن الأوان نروح. طيب فاصل ونكمل الكلام.
أمال مثلوثي منورانا، عاملة إيه؟ تمام كله تمام. كلامك قليل خالص. تمام الحمد لله كله تمام. كلامك قليل وغناكي مش كتير قوي بس مؤثر زيادة عن اللزوم يا أمال. شكرا. تعالي نبدأ من الأول. أنا عارف إنه كلمتي حرة عمرها كده 10 سنين، وبعدين اتغنت من 7 سنين في الحفلة بتاعت أوسلو بتاعت جائزة نوبل في 2015. أنا عايز أعرف الأول القصة بتاعت إنه اختيار أمال مثلوثي واختيار كلمتي حرة إنها تتغنى في نوبل جت إزاي؟ هي من أول الأغاني اللي لحنتها كاتبها شاعر تونسي اسمه أمين الغزي، وكنا في هكا مهرجان سينما الهواة في قليبيا في تونس، مدينة قليبيا في تونس، وعطاني هكا مطوية صفحة مطوية في 12 طاوية وقال لي كان حبيت تغنيها غنيها. فقعدت معايا الورقة هذيك المطوية، وكل مرة كنت نجرب عليها لحن وما كانتش الحكاية ماشية، وكانت عندي كان عندي لحن كنت نجربه على برشا أشعار أخرى ما كانت. فنهار من نهارات جربت اللحن اللي عندي وجربت الكلمات متاع أمين، فصارت يعني قصة حب يعني في اللحظة هذيك. ما حسيتش روحي إن اشتغلت أكثر باش نربطهم ببعضهم، يعني كانوا ماشيين مع بعض. أمل يعني أنا أشوف وصححيني، أنت من النماذج القليلة جدا في عالمنا العربي اللي مش بس وصلت للعالمية بالمعنى الحرفي للوصول للعالمية، لكن كمان أنه أنت بتلحني وبتألفي وبتغني وبتلعبي درامز وبركاشنز، فهي حالة على بعضها. بس الأول هتكمليلي إزاي رحتي أوسلو؟ الناس بتاع نوبل كلموكي إمتى؟ إزاي؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ أنا كنت وقتها نشتغل على ألبوم جديد اسمه إنسان اللي طلع في 2017، فما كنتش يعني في تورينج مود ولا حتى حاجة. جاني الإيميل وأنا ما كنتش سامعة برشا على حكاية اسمها نوبل بيس برايز كونسرت. تفرجت على شوية فيديوهات يعني I wasn't impressed بصراحة، لكن من بعد قالوا لي نحبوك تغني في الـ يعني في الـ في السيرموني، على خاطر في النوبل بيس برايز فما سيرموني في السيتي هول اللي هي يعني اللي هي ذا سيتي هول فور نوبل برايز ذا سيتي هول. وانا كنت اول فنان يعني في العاده دي ما يجيبوا سترينج كوارتيتس يعني كلاسيكال ميوزك، فكانت اول مره قرروا انهم يجدوا ويجيبوا يعني فنان يعني بوب روك باش يغني في مع تسليم الجائزه. انا كنت متخوفه برشا، وكمان كنت اول فنانه عربيه في السيتي هول مع جائزه تسليم جائزه نوبل للسلام. وكنت باش نغني بالعربي يعني قدام جمهور كله نرويجي، اغلبه نرويجي، كانوا فما توانسه بالطبيعه لكن كان اغلبه نرويجي، وفما يعني الملك والملكه والامير والاميره وكل يعني المهمين الناس المهمين بتاع النرويج. الناس المهمين بتوع العالم، ما كانش بس بتوع العالم لكن انا كنت يعني في العالم بتاعي، فقررت انه نطلع على المسرح ونغني كما نعرف نغني رغم التخوف الكل. وحتى يعني في اخر في الفيديو نشوفوها يعني قررت انه نقول لهم يصفقوا في اخر الاغنيه كما يعني متعوده في الحفلات متاعي. يعني كنت لحظه عفويه برشا، والناس يعني قعدوا منبهرين خاطر حتى الملكه صفقت اللي هي حاجه يعني مش عاديه طبعا. وبعد بعد النهار هذاك من غدوه كان فما الحفل اللي يستدعيوا فيه فنانين من العالم وفنانين معروفين وكل. وفي الحفله الثانيه غنيتها مع الاوركسترا اللي كما شفناها توا،
يعني كانوا 3 أيام حسيتهم متخش عليهم متعدوا، يعني عام كامل كلهم مفاجآت ويعني الفوق انت عارفة أنه كان لافت للنظر بالنسبة لي جدا، بجانب بالتأكيد صوتك الرائع والموسيقى العظيمة وما إلى ذلك، أنه الحفلة دي اللي كان فيها كريمة العالم اتعاملوا وانت بتغني بالعربي وكأنهم فاهمين اللي بيتقال، هو وصل لهم على ما يبدو كل اللي انت قلتيه، والناس قامت وكأنهم في حفلة روك وراحوا منورين الموبايل وقعدوا يشاورولك ويحيوك بيه وقاموا وقفوا وتصفيق حاد، فتخلوا عارفة عن الحزب بتاع احنا نخبة البشرية، الكل ذاب في الأغنية وفي الصوت وفي الموسيقى، حاجة كانت مذهلة جدا. بس أنا عايز أسمعك دلوقتي، ينفع؟ قولي لي آه. أرجوكي أرجوكي أرجوكي. في شنو تحب تسمعني؟ اللي أنت هتختاريه. أوكي. الأغنية هذه اسمها حلم. لو كنت غامض عيني وتاخذني الأحلام من إيدي ونعلى ونحلق في سما جديدة وننسى الوجايا، لو كنت نسافر في خيالي نزرع ونبني قصور وليالي يكبر فيها الحب وآمالي ونمحي الألام. أنا سافرت ولسه راجع حالا دلوقتي، مش ممكن. تاتش وود، مفيش هنا وود ولا ايه؟ اهو. قولي لي بقى انت جايه منين؟ انت كنت في اليابان مش كده؟ انا عملت جوله في اليابان في شهر ديسمبر، وانا حاليا الاكثر في اوروبا. كنت عامله جوله في اخر شهر مارس، ونحضر في ألبوم جديد في نفس الوقت، ونعمل في شوية كولابوريشنز مع فنانين فرنسيين وأمريكيين، فحاوس شوية يعني شوية. بالتأكيد أنت عارفة أنك أول عربية تعمل تور أو جولة في اليابان. أوكي. عارفه الحكايه دي؟ يعني لا. مش عارفه الموضوع هو فعلا هي دي. انا قعدنا عملنا سيرتش وقعدنا اتكلمنا كمان مع الفريق العمل بتاعك، هل في حد تاني عمل تور في اليابان قبل امل مثلوثي؟ فطلع انه لا، وده بالنسبه لي برضو كلفت للنظر، لانه انا ما اظنش انه في جاليه عربيه كبيره يعني في اليابان. لا مش بشر اللي جولك يابانيين، وكانوا واقفين زي الجماعة بتوع أوسلو كده برضو مشدوهين. لا، الجمهور الياباني هو يعني عنده خاصية، يسمع يصفق بسرعة، ويعني أنت في وسط الحفلة تقول هما يعني قاعدين يفهموا في فن ولا قاعدين يعني قاعد تعجب فيهم الأغاني ولا، لكن في آخر الحفلة تقاهم يصفقوا 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 ويحبوا يعني إعادة وإعادة وإعادة وإعادة. فكانت من أجمل التجارب في حياتي صراحة. بتغني بقالك قد إيه؟ ها؟ بتغني بقالك قد إيه؟ أنا تغرمت بالغناء من اللي عمري 8 سنين 9 سنين، وبديت يعني بطريقة محترفة، بديت نغني بقالي أكثر من 15 سنة تقريباً. 15 سنة. التركيبة بتاعت زي ما كنت بقولك بقى، ده اللي كنت بسألك عليه، التركيبة بتاعت بغني وبألف وبلحن وبلعب مزيكا كمان، يعني تحديداً بتلعبي درامز وبركاشنز وحاجات زي كده، ليه عملتي كل الحاجات دي مع بعض؟ ليه ما اكتفتيش بأنه أنا هنقي كلمات جميلة وأغنيها، موسيقى جميلة وأغني عليها وهكذا؟ الغالبية بتعمل كده. أنا بالنسبة لي الفنان متكامل، يعني إيش معناتها؟ معناتها أنت تبدأ عندك وجهة نظر، يعني فنك هو وجهة نظرك. فأنا تظهر لي طبيعي جدا أني كي نكتب كلمات نعبر بهم
أنا محتاجة أني نعبر على اللي يصير في داخلي، رؤيتي للعالم، للناس، للحاجات اللي حواليا. بعد ما نكتب الكلمات هذوكم هما يناديوا اللحن. أنا ما عنديش يعني معرفة موسيقية يعني عميقة جدا، لكن دائما نمشي بالإحساس. فين الإحساس يهزني نمشي معه، كي إحساسي يعطيني أفكار متاع توزيع متاع آلات نزيدهم لهنا، وهي تولي نوعا من كل لعبة. نبدأ نجرب هذا مع هذا، وبالطبيعة يعني بعد أعوام من اللي نكتب ونغني ونجرب حاجات، يعني كل عام نزيد نحس اللي أنا نكتسب تجربة أخرى، ونزيد تقوى ثقتي يعني في طاقاتي كمغنية بالطبيعة، كفنانة، لكن كموسيقية، كمنتجة. حسيت يعني الحاجات هذوما كلهم موجودين بطبيعتهم، فعلاش أنا ما نشجعهمش وما نعطيهمش يعني أسامي؟ وخاصة كامرأة، وامرأة عربية، مهم جدا بالنسبة لي تعريف نفسي مع كل المواهب اللي موجودة عندي. نحس أنه الطريقة اللي كبرت بها دي ما نحشم باش نسمي روحي أنا مثلا كاتبة، ولا نسمي روحي. فاكتسبت هالثقة هذيك بالتجارب، بالجولات الموسيقية، بالبلدان اللي مشيت لهم، الحاجات اللي نقراهم، الأفلام، والفنانين الاخرين. ديما نتبع، فما فنانين يعطوني برشا الهام، يعطوني قوه، وكل مره نزيد نكتشف حاجه اكثر على نفسي. هنتكلم عن الاكتشاف، بس لما تقولي لي ما عنديش معرفه موسيقيه عميقه وتطلعي لنا مزيكا بهذا الشكل، يعني كلمتي حره دي مزيكتك، مش بس غناكي، دي مزيكتك، كل ده وما فيش معرفة موسيقية عميقة، فيعني عمليا انت هدمتي كل القواعد الثابتة في مسألة الموسيقى والتلحين لما تقولي ان كل ده طالع من غير معرفة موسيقية عميقة. اما لو كان في وجهة نظرك عندك معرفة اعمق كنت عملتي فينا ايه؟ هستأذنك نطلع للفاصل ونرجع نكمل الكلام. يعني ايه حد في الغنوة جوه الاستوديو هو هو في الغنوة لما تتفرج عليها كليب؟ ما بتحصلش دي برضو. تشود مره كمان. امل مثلوثي منورانا دائما وابدا. انا كنت اقول ايه بقى، كنت بتكلم على المسائل، كنت بتكلم معاكي لحكايه الاغنيه اليابانيه ومش اغنيه، قلت لي تحب اغني لك ياباني، انت غنيتي في اليابان بالياباني كمان، بس انت بتعرفي ياباني ولا ما بتعرفيش ياباني؟ لكن حفظتي الاغنيه. طب وعرفتي معناها علشان تقدري تحسيها ولا ايه؟ لا. طب ايه غنيتيها ازاي؟ يعني تصورت انه هي من اجمل الاغاني اللي سمعتها. نعرف اللي يعني نعرف كل شيء، العنوان اكيمينو اوتا، يعني اغنيه اكيمي، فتصورت انه فما شكون يتغزل باكيمي، ولا يعني فما حزن، فما قصه حب اكيد. فانت حطيتي عليها انطباعك وفلسفتك الشخصيه. مين اللي عمل المزيكا بتاعت الاغنيه؟ هو مؤلف ياباني، من هي اغنيه قديمه برشا، من العشرينات، من 1920. دي هتبقى اول اغنيه يابانيه اسمعها في حياتي بخلاف اغاني المسلسلات اليابانيه. ارجوكي سمعيها لي. اوكي. اكيمي كاناشي يا ايزوكو ايوكو ساكابا Oh.
عايزين ملايين يسقفوا دلوقتي حقيقي يعني. واحنا برضو بندردش او بالادق واحنا في الفصل كنت بتدندني لعبد الحليم حافظ دندنة اهواك صح؟ اي ما نعرفش برشا اغنيات بتاع عبد الحليم وكل يعني كل الجيل هذاك، لكن اهواك نحبها برشا من قبل. ايش معنى اهواك اللي بتحبيها؟ ها؟ ليه أهواك بالتحديد بتغنيها بتحبيها؟ اللحن متاعها نحسه يعني يمسني في الأعماق، نحس ما نعرفش علاش الأغنية هذيك بالذات نحسها تحكي معايا. أنت اللي بيحركك دايما هو مشاعرك أحاسيسك، يعني اللي بتحس بيه هو اللي بتعمليه وبس. في الأكثر. طب تعالي نسمع أهواك بطريقتك. اوكي. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت. اهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك لو تنساني انساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك ولا دموعي فكراك رجع تاني في لقاك والدنيا تجيني معاك ورضاك وساعتها يهون في هواك طول حرماني. الحمد لله ان انا ما اضطرتش اغني والا كنت هبوظ الحلقه وتبقى مشكله. الحمد لله شيء رائع رائع رائع. بما انه اللي بيحركك طول الوقت هو قناعاتك، فلسفتك، انطباعك، احاسيسك، مشاعرك، عواطفك الى اخره. انت بتحضري البوم جديد، وقبل كده واحنا بنتكلم من شويه قلتي لي مهم جدا يبقى فيه صوت للمراه. الالبوم بتاعك عن كده؟ اي انا عندي توا محسوب عامين، قررت انه يعني نعمل حاجة فيها معنى. أنا عادة ديما نحاول نعطي معنى لكل حاجة نعملها، خاصة في الموسيقى، خاصة في الفن والغناء. والمرة هذه حسيت أنا يعني كمرأة ما حسيتش روحي ساهمت برشا حاجات بالنسبة للقضية النسوية. يعني صحيح أنا مرأة قوية وكذا ونشارك يعني بصوتي وكل، لكن ما حسيتش روحي قاعدة نساعد في نساء أخرين. فقررت أنه خاصة في الموسيقى، يعني في العالم مش كان في العالم العربي، صوت النساء يعني باقي حتى يعني النسبة المئوية متاع المشاركة متاع النساء في ميدان الموسيقى وفي خاصة في الإنتاج. الإنتاج هو يعني تقريبا أكثر من 90% كله رجالي. فقلت يعني مش معقول انه فما حاجه
الراجل يكون أذكى من المرأة، خاصة يعني في الموسيقى وفي ميدان الإنتاج والتوزيع. خاطر أنا يعني صار لي سنوات وأنا نوزع وننتج بطريقة يعني عفوية في موسيقتي الخاصة، لكن يعني يتم إنتاج ويتم توزيع. فقررت أنه نمشي يعني ونقابل نساء آخرين ونسمع قصتهم وناخذ رأيهم، وحسيت أن كلنا اجتمعنا على نفس القضية. وهي أنه يعني صوت نساء ما زال يعني مش مسموع كفاية، وخاصة يعني في الموسيقى. فيعني مديت يدي وشاركت، يعني حطيت معايا نساء من العالم الكل، يعني من البرازيل، الصين، أمريكا، فرنسا. مازلت ما عنديش نساء من العالم العربي للأسف، لكن يعني في الألبوم هذية فما نساء يعني تنتج، نساء توزع، نساء تعزف، نساء تغني. بشوية بشوية قلت هذية معتها لازم يكون أول ألبوم 100% نسائي في العالم، خاطر في أغلب الأحيان حتى كي نساء يشاركوا في ألبومات وفي تأليف، وفي التأليف ولا في الإنتاج ولا في التوزيع ديما يكونوا أقلية. فهذه مغامرة متاعي جديدة، يعني كنت أنا بديت نوصل يعني للمراحل النهائية الحمد لله. لكن يعني كان مشوار صعب، ومشوار زاد حسيت روحي يعني وحدي، رغم اللي أنا لقيت نساء أخرين وبنات أخرين وستات أخرين في نفس يعني يحاولوا يجدوا بنفس الطريقة. لكن في أغلب الأحيان ديما كي نسأل تعرفش منشا، تعرفش، ديما الأكثر ديما يوجهون للرجال. أنا خدمت يعني أكثر، أنا عندي توا محسوب 10 سنين ملي بديت نعمل في الألبومات، وفي 10 سنين هذوما يعني خدمت 99% مع رجال. فهذه كانت يعني مغامرة جديدة، وإن شاء الله يعني أنا فرحانة به برشا الألبوم. هيبقى في كم أغنية؟ توا عنا محسوب 20 أغنية، لكن أكيد يعني باش نقوموا بعملية يعني اختيار. لكن أنا فرحانة يعني على الأقل فرحانة، فما 12 13 أنا فرحانة بيهم برشا. بس أنا مستغرب إنه ما فيش في الألبوم ده من النساء العربيات خالص، كله من كل حتة في الدنيا إلا المنطقة بتاعتنا تمثلهم أمل مثلوثي فقط. لا أكيد أكيد، أنا مهم جدا بالنسبة لي أن يكون فما شكون معناتها يمثل العالم العربي. فمن الأول أنا أول فكرة جاتني حبيت يعني نشارك مع مغنية راب، خاطر الراب هو يعني بطبيعته مهوش ميدان ياسر نسائي، وخاصة في العالم العربي ما عندناش برشا مغنية راب. اتصلت بمغنية لكن ما جانيش رد، فقعدت يعني في المرحلة هذيك ما زدتش يعني. لكن هذه دعوة مفتوحة إذا كان فما فنانة، مش كان في الراب، يعني لو في رابر عربية تشارك معك. ايه أنا حبيت رابر عربية، خاطر حبيت حاجة يعني تكون مختلفة، تكون جديدة، وخاصة يعني يكون لقاء لقاء من نوع جديد، يعني خاطر أنا موسيقتي يعني بعيدة شوية عن الراب. فحبيت أنه يكون مزج من الجانب هذاك يكون. والتكلفة بتاعت الألبوم ده هتبقى غالية؟ والله يعني أنا نفسي استغربت، ما هيش غالية بالكل، على خاطر مشيت يعني بالخطوة، وخاصة أنا نخدم برشا في الدار. يعني ديما نخير مثلا نمشي في الطبيعة ناخذ دار ونهز يعني الإكويبمنت متاعي، نهز الميكروات وكل، نخير نشتغل بالطريقة هذه، يعني طريقة طبيعية جدا وعلى الريتم متاعي، فالتكلفة ما كانتش يعني كبيرة برشا. حلو. طب هل من الممكن ومن الوارد أو يجوز إن احنا نسمع أغنية أو اتنين اللي تتفضلي بيها علينا من الألبوم الجديد؟ هو هيبقى اسمه ايه الأول؟ اخترتي له اسم؟
أنا اخترت له اسم بالتونسي احنا نقوله امرأة. أما فما شكون قال لي يعني كلمة مرأة مش كويسة. أما تمشيش في مصر دي تعمل مشاكل. فيظهر لي باش نغير يعني العنوان. أما أنا نحبه يكون فيه سيمبوليك ونحبه يعني يكون فيه برشا معاني في نفس الوقت. أوكي. أوكي. إن شاء الله إن شاء الله نتفكر الكلمات. لا هتفتكري إن شاء الله ربنا موجود. يعني ده في حد ذاته شيء رائع إن إحنا هنبقى بنسمع الغنوة من الألبوم قبل ما ينزل. ما زال عندي أمل. ما زال عندي أحلام باش نصنع طريقي ونزرع عالم جديد. ما زال عندي أمل. ما زال عندي أحلام باش نصنع طريقي ونزرع عالم جديد. كده خدنا سبق ومفيش حد سمع الغنوة دي قبلنا. لا. صح؟ لا. احنا اول ناس. لا. اما المثلوتي عايزة ايه بعد كده؟ عايزة توصل لفين؟ عايزة تروح فين؟ ايه الحلم؟ برشا حتات. عايزة نكمل الالبوم هذايا ونحبه ينجح. الالبوم هذايا ونحبه ينجح بطريقة اكبر من نجاحاتي متاع قبل. نحب نمشي للبلدان عمري ما زرتها. نحب زادة قاعدة نشتغل على كتاب. نحب نكتب يعني على قصتي كيفاش يعني بديت من الأول الموسيقى وكيفاش يعني شاركت. تكتبي كتاب عن نفسك؟ ايه. رائع. نحب يعني نحكي قصتي باش مش يعني باش كان فما فنانات أخرين قاعدين يطمحوا. نحب زادة نشتغل على فيلم. تكتبي فيلم؟ قاعدة نكتب يعني في الاثنين في نفس الوقت. والفيلم البطلة متاعه هي معناتها مغنية. مغنية عربية. خاطر بالنسبة لي مهم برشا باش نوصل صوتي كامرأة عربية خاصة اللي أنا ننشط برشا في الغرب. في أوروبا وفي أمريكا. ونحس أنه يعني ما زالت فكرتهم على المرأة العربية مش 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 كيف ما مش حقيقية مش, كيف مش حقيقية مش مضبوطة. فنحب هكا نعمل فيلم فين تكون البطلة مغنية وفي نفس الوقت يعني مغامرة وشجاعة. مش نعطي يعني الايمج هذيك. اخترتي اسم للكتاب ولا لسه؟ لا مازلت لسه يعني عندي افكار. ايه؟ نخمم هكا يعني حاجة اللي تربط القوة بالأمل. حاجة يعني كونسبت ويمكن حتى نصنع كونسبت جديد. صحيح صحيح. شوفي أنا لو عليا عايز نفضل قاعدين كده 3-4 ساعات نتكلم ونغني وكنت أتمنى كمان أنه كان يبقى في عندنا فرصة أوسع. يبقى في عندنا فرقة موسيقية كبيرة مفروضة في الحتة دي ونقعد نغني وما إلى ذلك. أنت هتيجي مصر تاني صح؟ إن شاء الله. هتروحي لحد تاني قبلية؟ لا. يعني لما تيجي تاني أنا برضو أبقى أول واحد. لازم. أكيد. متفقين؟ أكيد. ديل. ديل. نورتينا وشرفتينا واسعدتينا. شكرا. وحققتي لي انا حاجه من الحاجات اللي انا كان نفسي فيها طول الوقت ان انا التقيكي واعمل حوار معاكي واسمعك كده قدامي فيس تو فيس زي ما بيتقال. ده حقيقي بجد مش هزار والله انا بكلمك بجد. فاشكرك جدا يا امل.
شكرا، انا نشكرك نورتينا وشرفتينا كمجرة العادة، نورتي مصر وصوتك منور المنطقة العربية بل والعالم يا أمل. شكرا. اشكرك وكل تمنياتي ليكي بكل التوفيق. شكرا ليكم جدا، شكرا لكل اللي تابعونا. يا بختنا نحن النهاردة كان عندنا المطربة التونسية العربية العالمية أمل مثلوثي. نقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة